السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف بعض الأفكار في موضوع الانتريور ديزاين. أول حاجة ممكن نعملها إن احنا نضيف إليفيشن، تمام، للمشروع بتاعنا، إليفيشن داخلي. هنا عامل سيلكت كده، وأروح عامل سيلكت وأروح قايل له إيديت تايب وأقول له دوبليكيت وأقول له إن ده انتريور إليفيشن. بقول له اوكي، ممكن تغير الشكل بتاعه لو انت حابب. تقدر تدخل وتشوف اذا كان مثلا عايز حاجه حجم اصغر او كده. ممكن تقول له انا عايز في الاربع اتجاهات، تمام، بالشكل دوت. اول ما تبدا تحط الشكل دوت في الشيتات، هو اوتوماتيك هيبدا بقى يكتب لك الاسامي بتاعتهم، يقول لك الحاجه دي موجوده في اي شيت. يعني خلينا نقول له نيو شيت واقول له اوكي، وابدا اسحب الاليفيشن بتاعتنا ده مثلا اهو. طبعا المقاس لسه ما غيرناهوش، ده مثلا 1:100 نخليه مثلا 1:50 بالشكل ده. تقدر تيجي هنا ويتكبر المقاس لو انت حابب. ده برضه نفس الفكرة، بعد ما تدخل هنا جواه تقول له ده مثلا 1:50 ويتكبر. تقدر تيجي مثلا هنا على دول، ده 2D، يعني لما هتغير فيه مش هيأثر في الباقي. ممكن تروح مثلا ايه تخليهم بالشكل ده هنا، تمام. وده عبارة عن reference plane، ممكن تدخل هنا DV وتقول له reference plane يخفي من قلب المشروع. ولو انت بتطبع Ctrl V ممكن تدخل هنا في set up وتقول له هايد ريفرنس ورك بلان، يعني حتى لو انا نسيته وهو لسه موجود ما تطبعوش في قلب اللوحة بتاعتك، تمام. ممكن مثلا السكشن ده لو انت مش عايزه ممكن تيجي هنا وتقول له هايد، لو انت عايزه خلاص سيبه، تمام. نرجع بقى للوحة بتاعتنا، هتلاقي ان الحاجات اللي اتحطت بدأت تاخد اسم اللوحة ومكتوب هنا ده رقم 1 ده رقم 2 في الشيت ده. طيب ممكن مثلا خلينا نشوف الحوايط اللي هنا، ده جينيريك. انت مثلا عايز تزود الفينش، ممكن تعمل الفينش من خلال ان تدخل ايديت تايب واديت، وقول مثلا انت عايز تزود فينش قبليها وفينش بعديها، فهتقول له انسيرت وتقول له ده اب وتقول له انسيرت تاني وتقول له ده تحت وتقول له ده فينش وده فينش، تمام. وتبدا بقى تشوف الماتيريال بتاعتك. هتدوس هنا قول مثلا انت عايز ماتيريال خشب، فتبدا تشوف الخشب اللي انت محتاجه، تدخل هنا في ابيرنس تبدا تشوف هل هو ده النوع الخشب اللي انت عايزه ولا لا. ودي الصورة، تقدر تدخل تقول له انا عايز اعدل في الصورة ديت، بحس ان انت مثلا عايز تغير في البريتنس، عايز تغير في الحجم بتاعها، في المكان بتاعها، يبقى ينقلها لك وهكذا. عايز تكررها مثلا بالشكل دوت على شكل تايتل ولا لا، مش عايز تكرر هي مرة واحدة وخلاص. زي ما قلنا ممكن تزود الفيزيكال او الثيرمال زي ما تحب للمواد. قلنا احنا نختار مثلا الماتيريال ديت، وممكن اجي بقى هنا انسخ الماتيريال ديت من هنا لهنا، تمام.
لازم اديله بقى ايه، ان دي مثلا بوينت زيرو مثلا وان مثلا، ودي كذلك. فيبدأ يزود لي اضافة على الناحيتين على الحاجة بالشكل دوت، وهنا الرابنج اللي هي انها هتلف لما تضاف في الاخر او تقفل، او هنا لما يكون في باب او شباك، هنا في الاندز في النهاية. هقول له اوكي. ممكن اعمل حاجة تانية برضو، ان انا اقول له انا عايز ارسم وول، ونفس اللي احنا كنا شغالين بيها دي، هدخل ايديت تايب واقول له انا عايز اعمل منها دوبليكيت، واسميها دي فينيش، ودي مثلا اخليها مثلا 10 مليمتر، واقول له اوكي. وادخل هنا في الايديت، اخلي الفينيش دي من ضمن الحاجات اللي موجودة في الكور، وهلغي الاستراكشر دي والغي الفينش دي. طبق الدهان، مجرد ان انت لو في حتة في الحيطة عايز تزود دهان هنستخدمها. طيب اقول له اوكي، واقول له اوكي. اللاير دي بقى ممكن نستخدمها مثلا في حتة زي دي مثلا، من هنا كده تقول له انا عايز ارسم الحيطة بتاعتي. وده اللي بيحصل في الحقيقي، ان بعد ما الشغل بيخلص بتبدأ تدي طبقة الدهان. فحاجات مثلا زي الأعمدة الإنشائية ما بنقدرش نتحكم في الماتيريال بتاعتها، ففي ناس بتعمل طريقة ان هو بيضيف زي فينش، حول بيضيف على العمود الإنشائي، بيضيف عليه عمود معماري يكون أكبر منه بحاجة بسيطة، بس دي بتعمل مشكلة في الحصر. فالأفضل ان احنا نعمل طبقة الدهان بالشكل دوت، فمن عندي العمود وعندي الدهان، وده كده هيبقى كويس في الحصر وكويس في الكلاشيات، مش هيعمل اي مشاكل خالص. طيب انا مثلا هنا دي مثلا عايز تزود طبقه الفينش، فهتقول له وول، وهتبدا تضيف الفينش بتاعك اهو. ممكن بعد كده عشان اظبط الشغل بتاعي وابقى شايف الحاجه لما تيجي تعملها رندر، هاجي هنا اقول له انا عايز هنا كاميرا، وابدا احط الكاميرا مثلا من هنا لهنا مثلا. جاب لي الاعداد بتاعتها، بيقول لي انت عايز كروب فيو. ماشي، نقدر نيجي من هنا نبدا نعدل فيها زي ما انت عايز، واجي هنا اقول له لا ده انا عايزها مثلا بالالوان بالشكل دوت، وعايزين مثلا الفرق الاوفست البود بتاعها قد ايه، وهنا السكوب بوكس، وهنا اهم حاجه في موضوع الكاميرا، هنا الرندر سيتنج. ابدا اشوف لك لما تيجي تعمل رندر هيبقى سريع ولا لا، اللايتنج هيعتمد مثلا على السن اونلي ولا هيعتمد برضو على الحاجات اللايتنج اللي هتبقى موجوده في المشروع. لو في باك جراوند هخليها مثلا تصل ايه، طبعا الباك جراوند هتكون اقوى في موضوع الاكستيريور. وهنا الايمج بتبدا تزود بقى الهايلايت الشادو والحاجات دي، يعني بعد ما تعمل رندر تلاقي حاجات فيها مشاكل تظبطها من هنا. وهنا اهم حاجه التوب اليفيشن، العين بتاعك انت واقف فين، يعني اللي بيصور ماسك الكاميرا منين. لو خليتها مثلا زيرو وقلت له موافق، هتبدا الكاميرا تنزل كانك بتبص من تحت، تمام، عين النمله. والتارجت الفيشن انت هتبص على فين، تمام، فهما الاثنين زي بعض، كانك انت واقف ماسك الكاميرا وبتصور المشهد اللي قدامك لعين النمله ولعين النسر. طيب قول بقى ان احنا عايزين نرسم بعض الاشكال هنا كديكور، عايزين نحط صوره، عايزين نعمل بعض الاشكال الجميله، تمام. طيب خلينا نبدا مثلا ان احنا نعمل سيلينج. الباب ده على الارتفاع بتاعه كام؟ الباب بتاعه 2.20 متر مثلا. قول مثلا نعمل سيلينج على 2.30 متر. نرجع للوحة بتاعتنا، ما ينفعش نشتغل على الستراكشر ولا على الارتكشر، لازم نعمل لوحة سيلينج، تمام. لو انت عايز تعمل اي شغل في السيلينج، يعني مثلا عايز تضيف كشاف، عايز تضيف اي حاجة، لازم تبقى موجودة على السيلينج. فاروح هنا الفيو، ويجي هنا في البلان فيو، اقول له انا عايز اعمل ريفلكتيف سيلينج. فبيقول لك انت عايز تعمل سيلينج لاني دور، فممكن تقول له اعملهم لي كلهم ما عدا مثلا الملحق العلوي اللي هو في الروف، مش هنحتاجه، تمام. في حاجة تانية ممكن نشيلها،
ماشي اوكي، ممكن من سوبر رصيف مثلا. اوكي، فيبدأ يعمل لي لوح للسيلينج. طيب تعالى نشوف ده هنا ممكن يكون حاطط في الكوردينيشن اول. طيب ده لوح سيلينج، خلينا نخش في لوحة الأرضي اول وتشوف بقى لو انت محتاج ان انت تظبط الفيو رينج في الشغل بتاعك. تمام، طيب ممكن تيجي مثلا هنا في الفيو رينج تقول له مثلا خليها على 1.8 مثلا، اللي هو قط بلاد التوب ده اعلى حاجة هتظهر معاك في الفيو. لو بصينا كده ده اعلى حاجة هتظهر معاك، ده اقل حاجة هتظهر معاك، ده هنا الخط القطع بتاعي. تمام، فلو انا قاطع فوق الباب مش هيظهر معايا، لو انا قاطع فوق الشباك مش هيظهر معايا. وهنا ده الفيو ديبس دي اللي باخد مثلا اشوف حاجة من الدور اللي تحت، فاقول له اوكي عشان تبدأ تظهر معايا الابواب لو انا محتاج الابواب. طيب السيلينج، عايزين نحط السيلينج مثلا في المنطقة دي. طيب تعالى ندخل نشوف السيلينج ارتكشر، وهقول له انا عايز اضيف السيلينج، الاقي في اختيارين في السيلينج. اول حاجة اوتوماتيك سيلينج، ده بسيطة جدا، اول ما يلاقي غرفة هيبدأ يحط لي فيها السيلينج. تمام، هتقول له انا عايز مثلا احط سيلينج على ارتفاع مثلا 2.3 او 2.4، وتعمل كليك هنا يبدأ يحط لك السيلينج حسب المقاس اللي انت عايزه. ده مثلا 600 في 1200 اهوت، هتيجي هنا هيبدأ يحط لك السيلينج. طيب لو السيلينج ده انت عايز سيلكت مثلا، احنا بقى بنتكلم في انتيريور ديزاين عايز حاجات بقى شيك شويه، ممكن تقول له مثلا الاين وتروح محدد حدود الحيطه بتاعتك وتروح مختار الخط دوت، يبدأ يعمل تحريك ليها وهكذا بحيث انها تكون ماشيه معاها بالظبط. ممكن تعمل سيلكت عليه وتقول له انا عايز اعمل روتيت. تمام، فتعمل روتيت للسيلينج بتاعك لو انت عايز تعمل سيلينج بالشكل دوت مش كده خالص. طيب انا عايزها بقى في 600 في 600 في 600 في 1200، فادخل هنا ايديت تايب واقول له دوبليكيت، واقول له بدل 600 في 1200 دي خليها 600 في 600. اوكي، واقول له اديت، واقول له دي بقى انا عايز اغير الفينش بتاعتها. هيقول لي انت عايز ايه، هقول له انا عايز اعمل منها دوبليكيت ودي هتبقى 600. طيب هو غير الاسم، بس تغيير الاسم مش هيخليه يغير الشكل، لازم انا اجي هنا واقول له دي انا عايز اغيرها في 600. لو هي مش موجوده هتدخل هنا في الايديت وتبدا تشوف المقاس اللي انت عايزه، يعني 0.6 ودي 1.6، هتخلي ده 1.6 ودي 1.6 وتكتب الاسم الجديد. خلاص كده بقى 600 في 600 السيلينج بتاعي. طيب تقدر تضيف الحاجات بتاعتك اللي هي خاصه بالكهروميكانيكال. ليه المعماري بيعمل حاجات بتاعت الكهروميكانيكال؟ على اساس ان هو عايز يعمل شكل جمالي، فهو المفروض ان هو بيبدا يفهم منهم كل حاجه اتحط فين او عدد الحاجات اللي اتحط في الغرفه دي، ويبدا هو يوزعهم بحيث يعمل شكل جمالي، وبحيث ان ما يبقاش فيه تعارض بينهم. ممكن المعماري، ممكن التكييف مثلا والفاير والكهرباء كلهم يحطوا في نفس المكان فتحصل مشكله، لا هو بيحاول ينظم شغل بينهم. غالبا مش هنلاقي الفن كل شويه. تمام، تبدا تشوف بقى الحاجات اللي هي مثلا داون لايت، يعني تقدر تحطها في النص بالظبط. ما تحطش حاجه وانت موجود في الفلور، لازم تكون انت موجود في لوحه السيلينج. تمام، والا تحط بالعكس، تبقى اللمبه بتنور لفوق. تمام، وتبدا بقى تحط وسطانها زي ما انت عايز، ممكن ترسم خط من هنا خط من هنا وتبدا تقول له حطها لي في النص. ده بالنسبه لللايتنج. طيب خلينا هنا بقى نقول له عايزين نحط سيلينج ونشوف ايه المشكله اللي هتحصل. هنا هو مش معتبر ان في هنا شكل مغلق، فانت ممكن تقول له سكتش سيلينج وتبدا ترسم انت السيلينج اللي انت عايزه. يعني هتيجي كده
كده انت ضفت السيلينج بتاعك. طيب ممكن تعمل بقى اشكال جمالية او تطرح اي شكل، اي شكل هترسمه هنا هيبدأ يقطع لي السيلينج بتاعك. يعني ممكن تقول له مثلا عايز ارسم مثلا حاجة بالشكل دوت، تمام. ممكن تروح راسم مثلا تقول له اعمل لي روتيت، تمام. هتحط مثلا دي هنا دي هنا كأشكال جمالية، مثلا ترسم شكل هرم مثلا. تمام، ممكن تبدأ تقول له مثلا لا دي خليها لي كده حركها شوية. ممكن ترسم كذا سيلينج في نفس المكان، يعني بعد ما تخلص دوت ترسم واحد تاني على ارتفاع مثلا مختلف شوية، على أكبر أصغر زي ما أنت حابب. تمام، طيب ممكن مثلا ترسم شكل بيضاوي مثلا هنا. وترسم يعني براحتك، يعني فني. زي ما بقولك انت ممكن تيجي وتقول انا عايز ارسم سيلينج، وترسم سيلينج تاني على ارتفاع اعلى على ارتفاع اقل، مش اي مشكله خالص. انا عملنا بس ايه، فتحات في السيلينج بالشكل ده. طيب ممكن نحط برضو بعض اللايتنج، اقول له مثلا انا عايز السيستم التيرمينال يحط لك المدخل بتاع الهواء اللي عندك، ايه تاني عندك السبرينكلر هيعمل لك الرشاش بتاع الحريق. انا اقول لايتنج فيكتشر السيرنج اللي احنا حاطينه ان هو ايه 60 في 1200، لا خليه جينيريك مثلا، او ممكن تقول له انا عايز سيرنج من غير اي اشكال خالص لو انت حابب. طيب خلينا نرجع للوحة اللي احنا كنا فيها بالشكل دوت. فين الكاميرا اللي احنا كنا شغالين عليها؟ لو دوست هنا هيبدأ يجيب لك كل الحاجات اللي انت شغال عليها. طيب انا هسميه كاميرا، او هسميه مثلا نفس الاسم اللي مسمينه في قلب البلان بتاعنا. المدخل الرئيسي، اجي هنا اقول له خلي ده المدخل الرئيسي. دلوقتي بقى نعمل ايه، نحاول نعمل شكل كده على الجدار يكون شكله ظريف شوية، تمام. خلينا نطلع بالسيلينج شوية بعد ما رسمناه، ممكن نقول له خلي ده مثلا يطلع كده ايه حاجة بسيطة. طيب عايزين نرسم اي اشكال جمالية هنا، الموضوع بسيط. خلينا نخش في البلان بتاعنا، وليكن مثلا انت عايز ترسم شكل جمالي هنا. خلينا نشوف بعض الافكار. ممكن تيجي هنا مثلا من اركتكتشر وتقول له انا عايز اعمل كومبوننت موديل ان بليس، هتقول له انا عايز مثلا وول وول، وهتقول له مثلا اكستروشن. هقول لك انت عايز ترسم فين، هقول له ان انا عايز ارسم على الحته دي، فهيقول لي لا ده لازم سيكشن او بلان عشان تبدا ترسم فيها. فدخلنا مثلا في اللوحه ديت، ممكن اقول له لا، وروح داخل على اللوحة اللي بتاعت المدخل الرئيسي، وتبدأ بقى ترسم هنا. مثلا عايز ترسم شكل جمالي بالشكل ده على الحيطة، وأقول له مثلا offset. شعار الشركة مثلا، تمام. أقول له مثلا arc،
مثلا حاجة بالشكل دوت، أقول له أوكي وأبدأ أشوف في 3D، أقول له لأ ده دي عايزة تصغر شوية مثلا، أو أكتب له هنا إن دي هو عملها 30 سنتي، لأ أنا عايزها 3 سنتي مش 30، أقول له 0.03. تمام، ولازم أغير الماتيريال وإلا هيبقى نفس ال، أبقى باخد الماتيريال الافتراضي، فأقول له لأ أنا عايز أغير الماتيريال، فممكن أدوس على عامل 3 نقط دول وأبدأ أختار ماتيريال تانية مثلا ديت. بالشكل ده. طيب عايزين مثلا نحط برواز هنا، على فكرة احنا ممكن نرسم حيطة ونعمل لها التعداد اللي احنا عايزينها. خلينا نقفل ونشوف ايه فكرة الحيطة، ازاي ممكن نرسم حيطة في المنطقة دي. تمام، هبدأ ارسم حيطة بشكل خفيف خالص هنا. تمام، اقول له وول، واقول له وول اركتكتشر، وابدا ارسم الحيطه بفينش يكون صغير خالص. تمام اهي، تمام، ولازم طبعا هغير الماتيريال اللي فيها دلوقتي. اعمل سيلكت على الحيطه وهدخل هنا في المدخل دوت، الحيطه دي اهي هي المفروض من الدور الأرضي لحد مثلا الدور الأرضي، بس هديله ال دي مثلا 2 متر مثلا، حاجة بالشكل دوت. ممكن تطلع بقى شوية مثلا تقول له من الدور الأرضي مثلا متر، لوحة مثلا بالشكل دوت هنحط عليها شعار الشركة بتاعتي. وممكن أقول له بقى إيه، امسك الحتة دي إيديت بروفايل وارسم لي فيها مثلا تقاطعات معينة، يعني حاجة مثلا بالشكل دوت، واقول له اوفست، ده هيبقى قاطع في الصورة نفسها، ده نوع من انواع الشكل الجميل في ار مثلا. بالشكل دوت. طيب دلوقتي عايزين نبدأ نضيف صورة في الإطار دوت، فهعمل سيلكت عليه وأقول له أنا عايز أكون موجود في 3D. ليه عايز أكون موجود في 3D؟ عشان من أركتكشر هقول له أنا عايز أشتغل على الجزء دوت، يعني أي حاجة تحط على الجزء دوت. وبعد كده هقول له إن أنا عايز أعمل إنسيرت الإيمج، هاجي هنا نديكيل وأقول له أنا عايز أدخل على القايمة دي، وتبدأ بقى تضيف الصورة اللي انت عايزها براميتس. اوكي، وتبدأ تطلع بره وتقول له انا عايز صورة الاهرامات ديت، اوبن اوبن، وبعد كده هدوس هنا وابدأ اضيف صورة الاهرامات. هعمل سيلكت بقى صورة الاهرامات وابدأ احطها هنا، ابدأ اسحب هنا، هو قافل لي ان الاتنين يبقوا في تناسب بينهم، اقول له لا انا عايز اغطي اللوح كلها. تمام، اي قطع بيحصل بيقطع في الصورة زي ما انت شايف. نرجع بقى للصورة بتاعتنا اهي، هقول له عايز اخليها تظهر في الرندر، فممكن اقول له رياليستيك، هيبدأ يعمل الرندر بتاعها. هي الصورة موجودة عن الزرارة. ظهرت معايا بالشكل دوت. تمام، هقول له ان عايز ارجع للشديد، موجودة بس هتختفي بس شوية. طيب دلوقتي لو انا عايز ابدا اضيف الوان واضيف اشكال على الحيطة ديت، ممكن اروح للموديفاي واقول له سبليت فيس، وابدا اختار الفيس بتاعي ويقارن بالحفظ، وابدا اختار مثلا، ممكن تختار ترسم اي حاجه بقى انت عايزها. تمام، يعني مثلا الشكل دوت. اوكي، لو انت عايز بقى تكرر الشكل دوت هتقول له كرر لي الشكل دوت، وممكن تشيل علامه الكونسترين وتاخد الشكل ده مثلا هنا هنا زي ما انت عايز. يعني لو انت عايز تخلي مثلا الشكل دوت
وده يبقى مثلا قريب منه بالشكل دوت حسب ما انت عايز. طيب عايزين بقى نحط الماتيريال، هاجي هنا في الماتيريال ابدا اختار مثلا الماتيريال اللي انا عايزها، وليكن مثلا خلينا نختار حاجه زي كده وابدا اختار، يبدا ايدي دي ماتيريال، اختار مثلا ماتيريال زي كده، ماتيريال مثلا اهوت، فيبدأ يظبط لي الالوان اللي انا عايزها. فتقدر بدل ما تقعد تعمل حته مختلفه وتقدر وانت عايز تبقى نوع من انواع الدهان تعمل، وده بنفس الكلام برضو بنعمله في الارضيات كذلك. طيب لو عايز اضيف هنا مثلا زي بروز عن الحيطه بحيث ان انا اتركب وراه مثلا اي اناره او حاجه زي كده، يعني انا مش عايز تبقى جزء من الدهان، لا انا عايز تبقى فيه نوع من انواع البروز، فممكن تروح على اللوحه بتاعتك وتبدا ترسم حيطة خفيفة وليكن مثلا حاجة زي كده، اوكي اقول له create similar وابدأ ارسم الحيطة بتاعتي مثلا هنا. جاب لي رسالة خطأ قال لي انها تدخلوا مع بعض، انا عايزها تبقى بعيدة شوية بحيث لو انت هتركب اي نوع من انواع الانارة. ودلوقتي اقول له edit profile، ممكن تقول له انا عايز ارسم مثلا من هنا، تمام. ممكن الشكل ده كله تروح عامل عليه سيلكت وديليت وتبدا ترسم بقى اي شكل انت عايزه، تمام. ده هيبقى منظر جمالي مالناش دعوه بدوت، تمام. ده عباره عن منظر جمالي، خلينا نرسمها من هنا، تمام. وده طبعا هبدا احركه مثلا اخليه هنا مثلا كده بحيث ان هو بارز عن حيطة، فلو انت هتركب اي انارة وراه يتركب عادي بدون اي مشاكل خالص، ويبقى مثلا الانارة تكون الضوء يكون مخفي. تعالى نروح لقائمة سيستم. قائمة سيستم مش شغالة خالص لما نكون في قلب الكاميرا، تمام. ممكن ان تقول له برسبكتيف او اورثوجرافيك يغير لك طريقة العرض. البرسبكتيف بيبقى زي يعني الحاجة اللي قريبة منك بتبقى أكبر، الحاجة البعيدة بتبقى أصغر، هنا لأ بيديله نفس المقاسات. الكاميرا خرجت خالص. طيب هقرب كده بالكاميرا بتاعتي وقول مثلا إن عايزين نروح للوحة ديت. طيب قول له بقى عايزين مثلا لايتنج، لو مفيش لايتنج هتقول له لود، تمام. في سيلينج لامب، لمبة بتتعلق من قلب السيلينج، تمام. لما اخترناها معتمد على ارتفاع، يعني احطها في اي مكان بيقول لي. طيب خلينا نشوف فين السيلينج، لوحة السيلينج سيلينج بلان بتاع الدور الارضي، واروح هنا واقول له لايتنج. تعالى مثلا نحط واحدة هنا مثلا وواحدة ثانية هنا، ونرجع للوحة بتاعتنا. سيف دور أرضي أهو اللايتنج أهو مظهره لأن هو أسفل السيلينج. طيب ممكن أقول له لايتنج تاني أشوف إيه اللي موجود. طيب في من الحاجات اللي اتحط في الحيطة فممكن نحطها مثلا هنا مثلا، ونحط واحدة كمان هنا. احنا حطينا ارتفاع 2 متر، ماشي. طيب خلينا نشوفها في المدخل الرئيسي، دي واحدة اهيت ودي واحدة اهي ودي. طبعا مفيش لمبة هتبقى بالشكل دوت، فانا لازم نشوف بوينت 2 اهيت، لا خليها بوينت 3 مثلا بالشكل دوت. طيب والتانية لأختها اعمل سيلكت لو انت شايفها، تمام. واقول له دي خليها بوينت 3 مثلا، الثانية بدأت تظهر. نبدأ بعد كده تقول له مثلا بعد ما تظبط، أهم حاجة في التظبيط أكتر من الرندر إن أنت تكون مظبط الفيجوال ستايل بتاعك ومظبط الإعداد بتاعتك، ده بيدي شكل حلو. طيب ممكن تقول له بعد كده خليني مثلا تيجي هنا مثلا شوية،
ممكن تقول له رندر. طبعا الرندر الدرافت بيطلع سيء بس عشان الوقت. تمام، بعد ما تتأكد ان هو كويس تبدأ تقول له لا زود الرندر. تمام، ممكن نقول له هنا الاعداد بتاعت اللايتنج، هل انت معتمد على الشمس بس ولا معتمد على الشمس وبرضه الحاجات الصناعية. تمام، بيقول لي لو في اي لمبة انت مش عايز اشيلها، فلو في لمبة اصلا مش داخلة في المكان دوت، يعني لمبة في مكان تاني ومش داخلة معايا في الجزء دوت، شيلها يعني بدل ما تاخد وقت من الريندر. تمام، فازاي في ناس بتحب تسمي الحاجة بالغرفة بتاعتها. تمام، هنا الاعدادات بتاعت الهايلايت والشادو والحاجات ديت، الوايت بوينت، وايت بوينت عشان ايه نظبط اللون. طيب اقول له ريندر. انت تبدا تشوف بعد كده، مثلا شايف ان ده غلط هتبدا تحط ماتيريال تاني، شايف ان ده مثلا عايز ياخد ماتيريال خشب مثلا، تبدا تشوف ايه الحاجات اللي انت عايز تعدل فيها وتعدلها، وبعد كده تعمل الرندر تاني بجودة اعلى. خلي بالك في بعض الاوقات بيجيب لي رسالة ان في ماتيريال ناقصة، فابدا اشوف الماتيريال دي موجودة فين وابدا احطها عندي في المكان بتاع الماتيريال. من اوبشن بلاقي عندي في الرندر تقدر تحط له المصادر اللي ممكن يلاقي فيها الماتيريال، او الفولدر مثلا في الماتيريال او في الصور او في اي حاجه هتفيده في موضوع الماتيريال. طبعا الدروس اللي احنا او الكلام اللي احنا قلناه النهارده معتمد بشكل كبير على اللي اتقال في المحاضرات اللي قبل كده، وفي اجزاء هنركز عليها اكتر في المحاضرات اللي جايه. يعني مش هي دي بس كده خلصت ده الانتريور ديزاين، لا ده دي بعض الإجابة على أسئلة الانتيريور ديزاين أو بعض الشرح الخاص بالانتيريور ديزاين. الدروس اللي جاية إن شاء الله هيكون في حاجات هتتفصل أكتر أو فيها إضافات، فتابعوا معانا على القناة بين قريب يعني.